بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. تقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم القول المؤصل في سور المفصل، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ في مطلع هذه الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه. نحن بدأنا في الحلقتين الماضيتين الحديث عن سورة النجم، وفي هذه الحلقة وصلنا إلى قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لا زالت تلك التأكيدات على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وتلقيه الوحي منه عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي قول الله جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ثم قال جل ذكره: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ما مضى كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في الأفق الأعلى، أي في الأرض، جبرائيل في الأفق الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم على الجبل. هذا كان المرة الأولى التي رأى فيها نزول جبريل وهبوطه بالأمر من الرب تبارك وتعالى. الآن جاء القرآن يتحدث عما وقع في ليلة المعراج، يتحدث عن النزول التالي الثاني لجبريل، وليس النزول الثاني بمعنى أنه لم ينزل جبريل إلا مرتين، وإنما المراد النزول الذي كان فيه جبرائيل على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها. هذا المقصود المراد من الآية. فقال أصدق القائلين: ولقد، وهي للتحقيق، رآه، أي رأى محمد جبرائيل عليهما السلام، ولقد رآه نزلة أخرى. قد يعبر بكلمة نزلة بمعنى مرة وله وجه، وقد يقال نزلة أخرى أي تدني وهبوط آخر بالوحي لجبرائيل عليه السلام. ولقد رآه نزلة أخرى، لكن أين؟ في الأول قال وهو بالأفق الأعلى، لكن هنا قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. السدر نبات، وهو شائع في بلاد العرب، وهو ضربان، منه ما يسمى سدر بري، وهذا لا تعبأ العرب به ولا تستسيغ ثمره ولا تجعل من ورقه غسولا. وسدر يقال له سدر مائي، وهذا هو الذي يكون منه النبق المعروف ويكون من ورقه الغسول، والعرب تحبذه وتعتني به كثيرا. السدر المراد هنا أشبه بالسدر المائي للبري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رحلة المعراج في حديث أنس وغيره قضية أن نبقها مثل قلال هجر، البلدة المعروفة. فقال الله جل وعلا هنا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هنا يتحدث عن مكان، عبر عنه بالظرف عند سدرة المنتهى. سدرة مضاف والمنتهى مضاف إليه. ما معنى المنتهى؟ فيه أقاويل، منها أنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض إلى السماء، وقيل ينتهي إليها مقام الملائكة، وقيل ينتهي إليها جبرائيل عليه السلام، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله. وورد، وهذا مما يتنقله أهل الأخبار والسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاوز سدرة المنتهى وانتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. كيف ذلك؟ هيئته
صفة علم ذلك عند الله، هذا غيب لا نتطاول عليه. لكن قال الله جل وعلا هنا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند أي عند السدرة جنة المأوى. وهذا بالإيماء ظاهر أن المراد به أن هذه السدرة شيء مختلف، لأن الله جل وعلا لما أراد أن يعرف بجنة المأوى أخبر أن هذه الجنة عند سدرة المنتهى، فيدل على أن سدرة المنتهى ليست بالشيء اليسير. عندها جنة المأوى إذ، أي حين وقت، يغشى السدرة ما يغشى. لم يبين الله جل وعلا هنا ما الذي كان يغشى السدرة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: فيغشاها من آلاء الله ما يغشاها. والمراد أنها خلق عظيم في موطن شريف ومقام كريم. نستل هنا قبل أن نتجاوزه ما قاله العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسيره. والحق أن العلامة بن سعدي من يقرأ له يظهر للقارئ أن الله جل وعلا بارك لهذا الرجل في علمه، فيقع له تعبيرات وإن جاءت موجزة إلا أن في طياتها نفعا عظيما. مثلا قال عند هذه الآية على ما أذكر اللحظة، قال: المكان طاهر، سدرة المنتهى، فالتقى عندها روحان طاهران، روح محمد صلى الله عليه وسلم وجسده، وروح جبرائيل عليه السلام وجسده. فقال إن معنى الحديث أن الأنفس الطاهرة كذلك تختار أماكن طاهرة تلتقي فيها. وهذا فيه يعني إظهار لنا أن الإنسان المواطن التي فيها ما فيها من الخبث والدنس، ولو لم يكن الإنسان يباشرها، لكن كلما استطاع أن ينأى بنفسه عنها كان خيرا. والموفق من وفقه الله، والمجاهدة في هذا الباب شيء عظيم، لكن كما قلت الموفق من وفقه الله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال أصدق القائلين: ما زاغ البصر وما طغى. والمعنى لم يلتفت ميمنة ولا ميسرة، وإنما حيث أقيم صلى الله عليه وسلم قبل. العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين لما ذكر منزلة الأدب ذكر هذا، وأن هذا من دلائل أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق ظاهر. لكنه رحمه الله قال إن موسى عليه السلام لما أعطي مقام التكريم طمع في مقام الرؤيا، قال: بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله أثنى عليه بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. والحق أن فيما قاله ابن القيم نظر، فأما استشهاده على أن في هذه الآية التي بين أيدينا في سورة النجم من دلائل أدب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يخالف فيه، وهو حق. ولا ريب أن النبي عليه السلام أكمل الأنبياء والخلق أدبا، لكن القول بأن موسى ما كان ينبغي له أن يسأل مقام الرؤيا لا أظنه صحيح، لأن موسى يخاطب رب الرحيم الكريم أفأ عليه بمقام التكليم دون أن يسأله، فرأى في ذلك تقريبا وتكريما له، فأحب أن يسأله ويعذر لأنه يسأل عظيما جل جلاله. ولكن للقاء لطيف معنى، لذا سأل المعاينة الكليم. فالرؤية ليست شيئا هينا. فالمقصود لا نستطرد أنه نرى أن قول ابن القيم رحمه الله في هذا يعني ينبغي أن يعاد النظر فيه. نبقى في قول الله جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. هذا من دلائل ما أي أدب رفيع كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعرج. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صحيح أن المشهور أن السلف اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يره، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لم يره، لأن الله قال هنا في سياق الامتنان على عبده ونبيه، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقطعا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرف بلقاء ربه في رحلة المعراج لكانت المنة عليه بأن رأى وجه الله أعظم من المنة عليه بأن رأى آيات الله. فلما لم يكن هذا في سياق الامتنان في الآيات التي بين أيدينا، فقهنا وعلمنا والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج. قال الله جل وعلا: لقد رأى من آيات
ربه الكبرى. من أعظم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه، رأى الجنة، رأى النار، رأى مالكا، رأى جبرائيل، رأى غير ذلك مما جاء في أحاديث متفرقة في رحلة الإسراء والمعراج. والله جل وعلا يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فكانت رحلة المعراج رحلة عظيمة جليلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ظهر فيها مقامه ومكانته وجلال موضعه عند ربه تبارك وتعالى، كان معه جبرائيل عليه السلام، وانتهى به الأمر إلى سدرة المنتهى، قد مر معنا أنه ربما جاوزها إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. كانت هذه الرحلة السماوية المباركة إلهاما ثريا للشعراء المسلمين، يتحدثون عنها، يخبرون عما كان له النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. ومن ذلك، وهذا ذايع شائع عنا، قال الشوقي رحمه الله: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. وقال في الهمزية: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء. صلوات الله وسلامه عليه. ولعله إن شاء الله تعالى يسلنا الله في اللقاءات القادمة أستاذ فيصل أن نتكلم بعد ذلك عن قول الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لتعلق هذه الآيات بما بعدها من كونها أسماء لأصنام ليس لها من الحق مثقال ذرة. فضيلة الشيخ، في ختم هذه الحلقة، موقف الكفار قريش في قضية الإسراء وكيف كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ دلت كتب السير والأخبار والأثار الصحيحة على أنهم كذبوه وربما استخفوا بعقله، لكن الله جل وعلا ثبته بأنهم طلبوا منه شواهد وبراهين، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم، فلما سقط في أيديهم طلب منه بعضهم أن يصف لهم بيت المقدس، فقربه له جبرائيل عليه السلام فأخذ ينعته صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، فألجموا وأخبرهم أنه مر على قافلة بني فلان، وأن بعيرا لها ضل، وأنه إن كان يوم كذا وكذا فسيكون في موضع كذا وكذا على ما كانت العرب تعرفه من سيرها وأيامها في رحلاتها. والمقصود من ذلك أن الله جل وعلا صدقه، لكن لما كانوا قد جبلوا على العناد والكفر ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نشكركم فضيلة الشيخ في ختم هذه الحلقة، كما نشكر المستمعين الكرام. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل، في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جريان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس.